ولم يصروا، هي المداومة على الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا. خلاص استغفر وما تصرش، خلاص غفر. ده في رواية الله ايش يقول؟ ولا علم ان عبد، علم عبدي ان له رب يأخذ بالذنب ويغفر. لا، فيقول على العبد ثاني يقول يا رب اذنبت ثاني، عملت ذنب يا رب اغفروا لي. فيقول علم ان عبدي ان له رب يأخذ بالذنب ويغفره، غفرت له. في اخر مره يقول فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. مش معنى ذلك برضه انه يسوي ذنوب، انه هيتوب. عرفت كيف؟ وفي روايه قال من علم اني قادر على غفران الذنوب غفرت له. اللي يعلم ان ربنا هو اللي بيغفر الذنوب الله غفر له خلاص سبحانه وتعالى. عرفت كيف؟ توابين، توابين يا شيخ عبده. خلاص نور هيصحى الفجر اليوم النهارده، لازم تصحيه. ايه صحوني ان شاء الله. لازم، مش عايز تخش الجنه؟ مش عايز يا عم، في حد ما مش عايز يدخل الجنه؟ قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في حفظ الله. يعني ما في احد، حتى لو مت الملك يجي يعذبك في حفظ الله، ما ينفع. اي والله كده، حتى لو شرطي يقول لك في حفظ الله، ما تقدر، انت في حفظ الله سبحان الله. واللي في حفظ الله في احد يقدر يقدر يضره؟ ما يقدر، ما فيش، خلاص انتهى. وفي روايه ثانيه لم يلج النار، اي مش هيدخل النار، عبد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تعرف المقصود ده ايش؟ اللي هو الفجر والعصر، لك ما يدخلش النار، مستحيل مستحيل. وفي روايه حتى يعود اللبن الى الضرع. شفت العنزاء لما تجف حليب يجف منها، بيجي لها تاني؟ ما يجي تاني خالص، صح؟ النبي شبه بكده، قال لك انا مستحيل، مستحيل اللي بيصلي الفجر ده يدخل النار. اصلا قال لك ان الله سبحانه وتعالى لا يصحي الا الخيره اللي بيحبها سبحانه وتعالى، اي المؤمنين. اما اهل النفاق الله ينبذهم، يبعدهم سبحان الله. فعشان كده لازم الانسان يتوب ويرجع ويصارع، ربنا ليش مش بيصحيني؟ مش معنى هذا بيصحى وانا مش بصحى؟ إذن في خير، إذن ده ممكن ربنا رايد به خير، ده حقيقي. الإنسان لازم يراجع نفسه قبل أن يقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا. ممكن ده خليلك الجوال هذا حبيبك إليك عن طاعة الله، أو ممكن صاحب سوء. ويوم يعض الظالم، لما يشوف النار يوم القيامة يعض كده، هذا حقيقي، يقطع يده وهو مش حاسس يعني شدة العذاب. ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلان خليلا. خد بالك دي نازله في واحد شتم النبي، تف في وشه، اعوذ بالله. امن بالنبي على هذا خلاص. كان نصراني فصاحبه كان بيحبه، فقال له لا انت لازم تيجي معايا وخلاص سيبك مني، وتف في وشه محمد، راح تف في وشه. نصحنا يا احمد الله يحفظك ان شاء الله ان شاء الله.